مساء الخير. ضربت عواصف رعدية قوية كتير ولايات الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية ودمرت منازل عديدة بولاية أهايو وميشيغان، ووصلت سرعة الرياح لأكثر من 122 ميل بالساعة، وتضررت عدة منشآت حكومية وزراعية، وتطايرت سقوف المنازل واقتلعت الأشجار من قوة الرياح وتساقطت على الطرقات والمنازل، وهطلت الأمطار بشكل غزير وغرقت الشوارع والطرقات والسيارات. كما أدت العاصفة لمقتل شخصين وعدد من الجرحى، وعملت فرق الإنقاذ على نقل المتضررين العاصفة لمراكز متخصصة لحمايتهم. وبالعودة لطقسنا، طقس ربيعي معتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة، رطوبة عادية، البحر معتدل الموج وحرارة 125 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على المرتفعات. أما لبكرة طقسنا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وبتحول مساء إلى غائم ورياح ناشطة أحيانا على المرتفعات. وهلأ نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 22، وبلبقى 12، على المرتفعات 19 و9 بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة اللي رح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية، ومبدأ من الرحبة 24، بالتبين 28، ومن بعدها ننتقل ل العباسية 28، لقلاعة 26، لخيم 24، مختارة 26، تعني 30، راس بعلبك 30، حصرون 21، وجباب 29 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 55 و75%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الريح من 10 و25 كيلومتر بالساعة، والريح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ خلينا نشوفهم سوا. الليلة بتوصل ل 22، وبكرة بين 23 و29 درجة، ونهار الخميس بتتراوح بين 23 و30 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. صنعاء 27، قدس 28، دمشق 33، بغداد 41، طرابلس 40، تونس 31، وأخيرا لندن 23 درجة. وهذا كان طقسنا لليلة. أم هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.